إن التوحيد لابد أن يجمع توحيد ربوبية، وهذا كان في كل من وليه، ولا بد أن يجمع إلى ذلك توحيد العبادة، وهذا ما كثر به المشركون وبعض من ظل من المسلمين في سبب جهلهم. وهناك توحيد ثالث به يتم فهم التوحيد الذي هو المقصود من الشهادة ومن الكلمة الطيبة. هذا التوحيد الثالث هو الذي يسمى بتوحيد الصفات. توحيد الصفات أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في صفاته، لا يشبه أحدا من مخلوقه من مخلوقاته، ولا أحد من مخلوقاته يشبه ربه في شيء من صفاته، كما قال عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الصفات. فكما أن الله عز وجل واحد في صفاته فهو واحد في عبادته، فهو واحد في ذاته. أما الاقتصار على الإيمان بأن الله واحد في ذاته وبس، هذا توحيد المشركين. أما الاقتصار على توحيد الله في ذاته وعبادته فقط دون توحيده في صفاته، فهذا توحيد الولاة الضالين الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بتوحيد العبادة، يعني لا يعبدون مع الله، لكن من جهة أخرى يشركون بعض المخلوقات مع الله في بعض الصفات. يمكن تستغربون هذا الكلام، ولكن نحن نقدم إليكم أمثلة من واقع حياة المسلمين اليوم. كلنا فيما آمر وأرجو يعلم أن من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب. في عديد من الآيات القرآنية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هل أحد يعلم الغيب؟ أبدا، لا أحد سواه. هذا توحيد الصفات، من توحيد الصفات. لكن هناك ملايين المسلمين من يعتقدون في معظميهم وفي بعض صالحيهم أنهم يعلمون الغيب. وأكبر دليل على هذا إذا درسنا التاريخ القديم وما ورثناه من بعض الأناشيد، فأنتم تسمعون بعض الناس يتبركون بقصيدة اليسيري وفيها يقول خاطبا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والخلد. وهذا من الناحية العربية، من علومك يعني بعض علومك يا رسول الله، علم الله القلم، ما أدري والله بعد الله القلم إيش من العلوم. مع ذلك أعطى للرسول عليه السلام علم الله القلم وزيادة، ومن علومك علم الله القلم. إذن جعل الرسول شريكا مع الله في العلم بالغيب، مع أن الله يحكي في كتابه عن النبي عليه السلام أنه كان يقول ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما وصلنا السوء. هذا كلام صريح في القرآن الكريم عن نبيه أنه لا يعلم الغيب، ويحتج على ذلك بواقع حياته أنه لو كان يعلم الغيب ما مسه السوء. كلنا يعلم كيف أن بعض المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرج أحب النساء إليه السيدة عائشة، وكلنا يعلم كيف كان موقف الرسول تجاه هذه التهمة، لا يدري هذه التهمة حق ولا باطل. فهجر السيدة عائشة منذ طويل حتى نزل وحي السماء يطفئها تطفيرا مما اتهمها به أعداء الله. فالرسول عليه السلام أذاه المشركون، أذاه المنافقون حينما اتهموه في عرض حب النساء إليه. وغير ما عرف ما دام هو
عند علم الله الكلام. لماذا لم يعرف أن السيدة عائشة هي براء مما اتهمه المنافقون لأنه بشر؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذه مزية الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يلتقي الإيمان بالقرآن وبخاصة في هذه الآيات التي فيها أن الرسول لا يعلم الغيب، كيف يلتقي هذا الإيمان مع قول المسلمون اليوم تبعا لدروسهم ومن علومك أن الله هو القلم؟ هذا كفر بأن الله واحد في صفاته. هذا قديما، أما اليوم فيا ما أكثر ما نسمع عن بعض من يسمونهم بالمريدين، لبعض من يسمونهم بالمرشدين والمشايخ الصوفيين، تجدهم يحكون بكل بساطة إنه والله كنت حاول بدرجة شيخ وجاي لهم في نفسي نسأل سؤال وإذا به يعلم ما في نفسي فيجيبني عن سؤالي قبل أن أسأله. فهم يعطون للشيخ صفة عليم ما في الصدور. هذا كفر بتوحيد الصفات. فهذا النوع من الإنسان لا يفيده أن يقول لا إله إلا الله، لا يفيده أن يفهم حقيقة معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا يفيده أنه فعلا لا يذبح ولا يذر ولا يستغيث إلا بالله عز وجل. كل هذا وهذا لا يفيده ما دام أنه جعل لله شريكا في بعض صفاته، ومن ذلك العلم الغيب. لقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني على هذا العرب الشعر المرتجل، فقالت في جملة ما قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذا فقولي ما كنت تقولين. ماذا قالت الجارية؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. ما قالت: ومن علومك علم الله القلم، وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لها: لا أعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. يعني من وصف الرسول عليه السلام هذه دون الغرور ودون إشراك له مع الله عز وجل في شيء من صفاته. لعلي قد أطلت عليكم كثيرا أو قليلا، لكن الواقع أن مثل هذا البحث ينبغي أن يكرر فأن يكرر حتى يرسخ في الذهن كل مسلم ويفهم معنى هذه الكلمة الطيبة المنجية لصاحبها من خلود الآخرة، لأن حياته ونجاته هناك ينبني ليس على التكلم والتلفظ بها، وإنما على المعرفة بمعناها الصحيح أولا، ثم على الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح ثانيا، ثم على عدم الكفر عمليا وانطلاقا في حياتنا لهذا الإيمان الصحيح كما ضربنا لكم أمثلة. والبحث في الشركيات المنافية للتوحيد هذا فصل خاص، فصل خاص تحت عنوان الشركيات والوثنيات التي تنافي التوحيد كثير وكثير جدا. وأذكركم بمثال واحد فقط لتأخذوا قياس منه على أمثلة أخرى، وبعد ذلك توجه إلى الإجابة على أسئلة أخرى على حسب الترتيب الذي وردنا.